بكمين وصفه بالمركب، أعلن حزب الله اللبناني استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية قرب موقع رؤساء العلم في تلال كفر شوبا. أضاف أن الكمين أسفر عن تدمير آليتين، كما ذكر أن مقاتلي الحزب أعدوا الكمين من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية، فيما أشار أن الجيش الإسرائيلي قام ساترا من الدخان لسحب الخسائر. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بنا تحتية لحزب الله في كفر شوبا ومركبة جنوب لبنان بعد استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية في المنطقة ذاتها. أشار إلى أن طائراته نفذت قصفا على مواقع للحزب بعد رصد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان صوب شمال إسرائيل.